بلا حريق في منطقة إقليم إفران واللي كانت عنده تداعيات على المنطقة ككل، فشنو هو حجم التداعيات ديالو على منطقة بلزميم على وجه الخصوص؟ فعلا كما تبعته تبع الرأي الثاني أنه بالإضافة للحرائق اللي عرفتها مع الأسف بلادنا هذه السنة وهي كارثية في كل من الشمال و الشرق وهو الإفران بدوره كيعرف هذه الحرائق خاصة بجامعة بن صميم خاصة بالجامعة السلالية زاوية بن صميم، يعني أزيد من 700 هكتار من عقارات جامعتنا تم إتلافها تم تخريبها جراء هذه الحرائق اللي الحمد لله جندت لها جميع السلطات بمختلف الأجهزة، وهذه تحية عالية باسم كافة السلاليات والسلالية وساكنة المنطقة لمختلف أجهزة الإقليم في مقدمتهم السيد العام وكذلك كل السلطات المحلية. وكما قلت في الزيارة الميدانية أن الحمد لله شاهدنا منذ اندلاع الحريق تطوع السيد القائد و السادة ممثلي السلطات والمجتمع المدني والفرق المدني وفرق الوقاية المدنية وقوات مساعدة وباقي الأجهزة كالمياه والغابات في تواجد اليومي إلى حين إخماد الحرائق. وكما قلنا اليوم مازال كنشوفوا التداعيات ديال الحرق مازال كاينة في عين المكان، ولكن الحمد لله قلت الأجهزة مجندة متجندة يوميا إلى حدود تليل وصهرة على أن هذه الحرائق يتم إخمادها بشكل نهائي. تسجيل حضور باهت لربما المجالس المنتخبة في هذه الأزمة، فما هو تقييمكم لدور المجالس المنتخبة في أثناء حدوث كوارث من هذا القبيل؟ مع الأسف يعز في النفس الملاحظة الكبرى التي لاحظها الإنسان العادي وهو الغياب تام للمجالس المنتخبة، سواء الممثلين ديالنا ديال زاوية بن صميم أو المجلس القروي برئيسه ومكتبه، هناك غياب تام للهيئة المنتخبة بالإقليم وفي مقدمتها بالطمع المجلس القروي لبن صميم اللي كان هو اللي خصو يكون صاهر ومد ويساهم بمجموعة بما فيها تقديم وجبات الغذاء اللي الحمد لله ساهمت تساكينة ديال زاوية بدورها في المساهمة في هذا الموضوع. مع الأسف الغياب التام ديال المنتخبين تم تسجيله، لهذا احنا كنوجهوا النداء ديالنا مرة أخرى للمسؤولين باش نحاولوا فعلا نخفوا من هذا الهضرار. ومن بين المشاكل اللي الحمد لله اللي تعرضت لها اللي لاحظنا هو أنه المطالب ديالنا اللي كنا كنناضلوا من جهته ألا وهي فتح المسالك وحفر الآبار وإعادة سقية من إدمران، اليوم وقفت عليها الدولة، أجات الدولة باش تطفي العافية ما لقات منين دوز. إذن احنا 10 سنين أزيد من 10 سنين وحنا كنغوتوا على المسالك الفلاحية. لو كانت المسالك الفلاحية قد يسهل على السلطات المعنية كما قلت بمختلف أجهزتها التواصل في حين المكان وإخمادها. الحمد لله تم تطويق هذا المدى وتم إخماد نار، ولكن كنتمنوا ناخذوا عبرة درس كلنا لا سلطات ولا منتخبين ولا مجتمع المدني باش نتجندوا لمثل هذه الكوارث في المستقبل إن شاء الله. بطبيعة الحال بن صميم هي فقط نموذج لما تعاني ربما مجموعة من الجامعات القروية من مستوى إقليم إفران من حيث وعورة المسالك من حيث التهميش من حيث يعني هشاشة البنية التحتية. فعلا فعلا زاوية نموذج من نموذج كباقي الجامعات، فاحنا على مستوى الجامعة احنا غير بحكم زاوية بن صميم كتعتبر من اكبر المجموعات داخل الجامعة، ولكن الجامعة القروية وباستثناء يمكن احنا باستثناء دوائر السيد الرئيس على ما كنسمعوا ويقال والناس اللي شافوا انها تبارك الله فيها المسالك فيها الضوء فيها فيها في كل شيء باستثناء هذه الدائرة. أظن جميع هناك مجموعة ديال الأماكن التابعة للمجلس القروي تعاني هذه الهشاشة وتعاني غياب المسالك وتعاني غياب الآبار وتعاني مشاكل في البنية التحتية خاصة بما فيها الملاعب القرب اللي كتهم الشباب وينقاد الشباب. الآن كنشوفوا في الدور ديالنا الكوارث الآن ديال اللي كيتعرضوا لها الشباب من غياب
أماكن ثقافية ترفيهية رياضية. اللهم هذا منكر. ومن الحدوث هذه الكارثة شجل نوع من الاحتقان في منطقة بن صميم، وكان هناك تلويح بتنظيم مسيرة احتجاجية للساكنة، فما هي دوافع تنظيم هذه المسيرة وما هي أبرز المطالب التي ترفعها الساكنة؟ فعلا كما تبعتوا قبل من الحريق يوم ده كان لقاء سلالي ضم مجموعة من السلاليات والسلاليين في مختلف جهات المملكة داخل الزاوية وخارجها، اللي حضروا بناء على واحد النداء، على واحد الإعلان وجهته الهيئة النيابية بتنسيق مع جمعية شرفاء زاوية تصميم لتنظيم لقاء سلالي يوم 21 في هذا الشهر ده، لنظم اللي قرر بدوره تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس في اتجاه عمالات إفران. العنوان البارز ديالها وهو تنفيذ مضامين ظاهر 16/1952 اللي عنده علاقة بالتعويضات ديال 58 كتار هذا العقار اللي استغلته اللي استغلوا المكتب الوطني للمطارات، واللي مع الأسف تخدات فيه أشواط تفاوضية مع السلطات تحت إشراف السيد العامل على أساس يتم تعويض زاوية بن صميم بخمسين درهم لـ متر كاري لهذا 58 كتار. كان تفاجئوا الغياب ديال التماطل في هذا الأداء، وبالتالي كان لابد من تنظيم هذا من بعد الانتظار الطويل كان لابد من تنظيم هذه المسيرة. جات قدر الله جات مع هذا ضرورة أننا السلاليات والسلالة تحية عالية لهم أنه تفكروا بغيرة على الوطن وبغيرة على البلد ديالهم، وتم تأجيل هذه المسيرة ونخرطنا كاملين فهذا التعبئة الشاملة لإخماد هذه الحرائق. كآخر سؤال، شجل دور حيوي ومهم للمجتمع المدني، ومن الدور اللي قمت به بالرغم من تقديمكم الاستقالة لوحد حضوركم وانخراطكم في التعبئة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فعلا استقالتي كما تبعتوا عبر موقعكم الموقر وعبر أنباركم إعلامي في عدة مناسبات كنت كنقدم استقالة ديالي اللي قدمتها منذ 2010 منذ مغادرة الانتخابات، كان لابد أنني كذلك نغادر الهيئة النيابية، ولكن لظروف يعرفها الجميع كانت عندنا إشكالية ديال العقار ديالنا وإشكال ديال اللوائح والحقوق ما تمش ذا، ولكن الحمد لله بعدما استطعنا أننا نحصل على الملكية ديالنا النهائية لجماعتنا السلالية، واستطعنا كذلك أننا ندوزوا اللوائح ديالنا ديال الحقوق، وأنا خصوصا وأنا الحمد لله وكل شيء كيعرفها أن في الفخضة اللي كان نوب عليها أنني ما حاولت نقصي حتى واحد داخل الزاوية وخارج الزاوية بما فيها جاليتنا العزيزة، وبالتالي وعدت الناس أن رغم استقالتي سأبقى رهن إشارات الجماعة السلالية لزاوية بصمي، وكذلك سأبقى رهن إشارات السلاليات والسلاليين في كل أنحاء المملكة.